الأقل تمعن جدا. أنا حسيت إن قدام قارئ طبعا واضح واضح الخلفية البيئية اللي هو بيكتب منها، قارئ مؤثر جدا. طبعا القصة الأولى كأنني حي، كان في كلمة هو بيكررها أنا كنت معجبة جدا بيها، أمشي. كل كلمة من أول ما أقصى أن نمشي في جنازة من يحب، أمشي في جنازة أمي، بجوار نعش أمي أمشي، أمشي تتخبط قدمي. كنت تكرار كلمة أمشي هنا يعني الحقيقة جاية عكس السياق تماما، يعني الحقيقة كان يعني موفق جدا في تكرارها، لكن كنت أتمنى إن هو يعني النهاية تنتهي عند كلمة من قال إنني حي. يعني ما كنتش حابة إن هو يكتب حال العمر الذي تسلل للطفل وإن بقى روحه شارب، أم الأولاد الذين يقولون أبي أنا أبكي، إن هو كبر بقى عنده أولاد، طب المفروض إن هو خلاص ميت بقى، يعني هيعيش ويتجوز ويخلف خلاص، يعني الحياة انتهت، يعني فقد الرغبة في الحياة. كنت أتمنى إن هي القصة تنتهي حتى هذا الجزء. نفس برضو النهاية عند قصة الكلب الأحمر، ما كنتش عايزاه يكبر ويروح القرية ويلاقي في كلب تاني، يعني ما كنتش حابة النهاية دي، كنت حابة إن هي تنتهي عند جزئية معينة، لأن التأثير بتاع القصة يعني هنا وصل بيا لمرحلة بقى عاطفية جامدة جدا، وما كنتش حابة إن أنا يعني ينتقل بيا لمرحلة عمرية أخرى فأتدبر بقى وأفكر ده كبر ده رجع ده كده، يعني كنت حابة ده. في قصة أخرى أنا عجبتني جدا، قصة الخوف اللي هي الجدة اللي بترمي الحفيد جوه الحفرة. يعني الحقيقة هنا بيتكلم عن كرامات القرى أو الأساطير، يعني عالم القرية انتقل لي بشكل سلس ومبسط وممتع. يعني سريعا في القصة اللي هي القصيرة جدا اللي أنا يعني حسنا قدام يعني نوع من قصص نجيب محفوظ شوية أو بدايات نجيب محفوظ على ما أتذكر، كان لي مجموعة قصص اسمها أصداء السيرة الذاتية. أنا حسيت إن هي قصة المترو بتفكرني بهذه النوعيات من القصص بالظبط، يعني إحنا دلوقتي جوه مترو هياخدنا في رحلة، بس في واحد ورا عكس الجمهور كله سعيد، أنا بقعد كقارئ أشوف طب ده ممكن تكون قصة حياته إيه؟ ليه هو الوحيد اللي ما كانش مبسوط؟ ليه هو الوحيد اللي فقد روحه؟ هل نتيجة حبيبة؟ نتيجة مثلا مأساة حياته؟ نتيجة إيه بالظبط؟ فأنا بحب أوي النوعيات دي بتخلي القارئ يقعد يفكر. انا بشكر حياتك جدا، استمتعت وخدتني في حاله عاطفيه ونفسيه، يعني الحقيقه كنت مستمتعه جدا بالقراءه. الف شكر.